السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده عامل لكم فيديو عن التركيبة دي اسمها سوبر فيري بلس. عامة اي تركيبة انا عايز افهمك حاجة بسيطة جدا. التركيبة بيبقى مكتوب عليها 8 لتر، تخفف ب 8 لتر مية. هي ما بتتعملش ب 8 لتر مية، هي اقصاها 5 لتر مية عشان تطلع مظبوطة معاك. أول حاجة بتعملها بتطلع كيس العجينة والملح اللي فيها، والجرنل بيكون فاضي، ده ملح ولون والريحه كله في قلب بعض، بتفضيهم من الاول في الجرنل الفاضي. تمام، العجينه والريحه والملح واللون، هي بتبقى التركيبه شامله كله في قلب بعض. دي بتتعمل يعني عايزه تبقى تيله اقصاها 4 لتر. طبعا لو قلنا 5 لتر والتركيبة مثلا عاملة 30 جنيه مش وحش الصراحة. بتقلبها الأول الخلطة في قلب بعضيها، تقلبها كده، تقلب الخليط كويس جدا في قلب بعض، وبتكون طبعا محضر المية. وتكون مجهز المية جنبك وتنزل، وانت بتنزل بتقلب يعني ايدك في التقليب. 5 لتر مية، عايزها تبقى تقيلة 4 لتر مية، زادت عن كده مش هتنفع خالص، عشان في ناس بتفتكر ان الملح لما بتحطه على التركيبة دي بيتقلها. طبعا اكبر غلط، ما ينفعش التركيبة دي، التركيبة دي جاية مظبوطة على كده، ما ينفعش تزود لها مية. كلها هنعملها على 5 لتر وهنقلب فيها كويس. اي تركيبه عامه، اي تركيبه تقابلك في السوق ما ينفعش تتعمل اكتر من 5 لتر ميه، مش هتنجح معاك. ولو عملتها ولقيتها خفيفه ما ينفعش تزود لها ملح. طبعا لازم تقلبها على قد ما تقدر كويس، كل ما بتقلبها كويس كل ما القوام بتاعها بيشد معاك. يعني كده اهو 5 لتر ميه يعتبر ضعيفه لحد ما، مش اللي هي قوامها شديد. وطبعا انت بتسيبها لتاني يوم وتستخدمها، ما تستخدمهاش في نفس الوقت، يعني بتسيبها تريح، تسيبها تريح ساعتين، تسيبها لتاني يوم، القوام هيبتدي يظهر معاك اهو. بس برضه زي ما بقول لك، هو 5 لتر كمان هيبقى كتير عليها. هي التركيبات دي على قد فلوسك. دي عشان في ناس كتيرة بتبعت لي التركيبة طبعا مكتوب عليها 8 لتر، فبيحطوها بيلاقوها مية، فبيقولوا لي طب احنا حطينا ملح لانها باظت خالص مش عارف ايه. لا، ما ينفعش يتحط لها ملح. هو ده انا قصدت اعمل الفيديو ده عشان انوركم، عشان ما حدش يجيب التركيبة هي بتاخد وقت في التقليب. تمام، اول لما بتلاقيها تشد تمام بتسيبها، هي تسيبها مع نفسها لتاني يوم تتل. هي دي التركيبات اللي عايز اوصل لك معلومة عنها. طالما عملتها ما ينفعش تحط لها ملح، واقصاها من 4 ل 5 لتر مية، ما ينفعش تزيد عن كده. سيبك من اللي هم كاتبينه عليها 8 لتر و10 لتر والكلام ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد بالمعلومة. وجزاكم الله خيرا، وجمعة مباركة عليكم ان شاء الله بإذن الله.